السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ سبا آیت نمبر 31 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين أنحن صددناكم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله بالله
أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا وما أموالكم ولا
تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون
سبحانك أنت ولينا من دونهم قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم بهم مؤمنون Pirse. أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض ولا ضرا ونقول فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول لبعض نفعا ولا ضرا ونقول لبعض نفعا ولا ضرا ونقول لبعض نفعا لبعض نفعا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل إلا رجل ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم Yeah.
وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. سحر مبين. سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من معشار ما آتيناهم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما بلغوا معشار ما فكذبوا رسلي وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير فكيف كان نكير قل إنما قل إنما أعظكم بواحدة أعظكم بواحدة أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا أن تقولوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا وفرادى ثم تتفكروا وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم ولكم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم
وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب علام الغيوب علام الغيوب غين پہ کیا ہے اس کو زبر نہیں پڑھیں پھر سے علام الغیوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وما يعيد وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي أضل على نفسي أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل كما فعل بأشياعهم من قبل كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب إنهم كانوا في شك
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.